رحيل، انت ايه اللي جابك هنا؟ قلبي نيتي الصافيه، ربنا بعت لي هاتف كده قال لي البت ساميه اللي انت بتحبها وحاططها جوه قلبك وقافل عليها بالمفتاح جت هنا من ورايا. ايه مش مكفيك انك شكيتي فيا واديتيني بومبا؟ جايه تعملي ايه هنا من ورايا؟ لا لا يا حبيبي خدوهم بالصوت، انت ايه اصلا اللي جايبك عند بيت خالتي الله يرحمها؟ ربنا يرحمك يا خالتي ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. كانت ست خيره، كانت تموت في الخير، كانت عايشه كده عشان تخدم الناس. ربنا ينتقمني من اللي موتوكي يا خالتي يا رب. لا يا بنت حلوه الشويتين دول، وبعدين؟ وبعدين ايه؟ وبعدين ايه؟ الذهب وطفحتيه، جايه تعملي ايه هنا من ورايا؟ ردي انطقي. جايه اخد لبسها وحاجتها، حاجه تفكرني بيها من ريحتها. والله؟ اه والله. ما تجيبي من الاخر يا بت. بقول لك ايه؟ اللي بيكذب ربنا بيوديه النار. جايه دعبس يا محروس، انا متاكده ان هنا لسه في حاجات. حاجات؟ ذهب تاني؟ لا، ممكن فلوس، ممكن اوراق، اصل انت ما تعرفش عصام بيه ده كان بيحبها ازاي، مش بعيد يكون كان كاتب لها فيلا باسمها مثلا. تفتكري ممكن يكون ده حصل يا بت؟ اه ممكن، ليه لا؟ اه وطبعا انت حبيبتها وهي خالتك وملكوش غير بعض. طبعا. وابنها؟ انا الوصيه على كل حاجه، قول بس انت يا رب وما تفقرش فيها. يا رب ومش هفقر. طب بقول لك ايه، بدل ما احنا واخدين عمالين ناخد وندي مع بعضينا كده، يلا ندعبس مع بعض. تعالى انا هدعبس هنا. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عليا النعمة من نعمة ربي، انت ست مبروكة، والنبي ادعي لي في صلاتك. ده بجد؟ أنا كان قلبي حاسس، وريني كده. إيه ده؟ بس العقد ده مش متسجل. لا، دي شغلتي أنا بقى مالكيش فيها. بجد يا محروس يعني أنت تقدر تسجل العقد ده؟ اعتبريه تسجل. إزاي يعني؟ ما هو التاريخ هيجي بعد وفاتها. آه. انت بتزعلي لما بقولها لك. يا بهيمه يا بهيمه، اكيد طبعا انا هسجله بعقد قديم يا فلحه. يعني كده خلاص؟ امال انت فاكره ايه؟ يعني الفيلا دي بقت بتاعتنا؟ ايوه. يا لهوي يا لهوي، يعني انا هصحى الصبح كده اشرب القهوه في الجنينه واتجهز؟ امال انت فاكره ايه؟ يا بت يا بت، بتزغرتي وخالتك ميته؟ يا اخويا الحياه بقى من الميت. على رايك. يعني تفتكر الدنيا ضحكت لنا يا محروس؟ ايه اللي ضحكت لنا؟ طبعا ضحكت لنا، بس بشرط. شرط ايه؟ اللي اوله شرط اخره نور، مش كل مره هتضرب على قفايا. نور ايه يا روح قلبي؟ ايوه اتنحنحيلي بقى واعملي لي الشويتين دول، انا لازم اعرف حقي فين. حقك ايه يا حبيبي؟ هو مش انا وانت واحد؟ يا اخواتي ايوه، خش عليا بقى بالحنجل والمنجل بتاعي. لا يا حبيبتي، انا ليا نص الشغلانه دي. اخس عليك. مليون اخس، مش اخس واحدة. ماشي، عامة ما دام انت اللي هتخلص الشغلانة يبقى من حقك، مفيش مشكلة. يبقى احنا كده متفقين. بما ان احنا بقى دلوقتي بقينا من صحاب السرايات والاموال والذهب والدنيا لعبت معانا، مش واجب بقى نقرب من بعض؟ اوعى يا محروس، مش وقته. لا وقته ايه، ده وقته ونص كمان. حبيبي يا حبيبي، اسمعي اسمعي، انا همشي. اقعدي اقعدي، مفيدة عايزاكي. عادل مروان جه بره على فكره، هو ورجالته. انا عارف ريم انه جاي، عشان كده قلت لك اعملي حسابه في الغدا، هفتح له بنفسي. اوكي. ادخل يا مروان. اتفضل. قلت هاجي هاجي اشرب معاك القهوه، وحشتني قعدتك. يا راجل قهوه ايه؟ والله حماتك بتحبك. لسه قال لي ريم تعمل حسابك في الغدا. اتفضل. اتفضل يا راجل. يا رب يا ساتر. البيت بيتك يا كبير، اتفضل. اهلا يا ريم هانم. اهلا. اتفضل يا مروان. اقعد يا ريم. أنا عايز أعرف خطفت حسن وديته فين؟ وجرى له إيه؟ إيه إيه إيه؟ الكلام ده عيب عيب. حسن، هو إحنا ممكن نعمل أي حاجة في حسن؟ حسن ده جوز لبنى. أنا مش قلقان على حسن أبداً،
أنا قلقان على العلاقة اللي بيني وبين عادل باشا، خايف لا حصل لها خدش ولا حاجة. أصل اللي حصل ده معناه إن في حاجة مضايقاه. لا يا مروان، أنا مش زعلان يا مروان. وبعدين يا صديقي مفيش أي حاجة في الدنيا تقدر تخدش العلاقة اللي بيني وبينك خالص. كل ما في الأمر إن حسن كان وحشني وقلت أقعد معانا وهو لوحدنا، يعني اعتبر اللي حصل ده استضافة مش أكتر. والله عندك حق، وفي الأول وفي الآخر نسيبك ولا يا ريم هانم؟ بالظبط كده. بس بقول لك ما تسيبك من قصة حسن دي وخلينا نتكلم في المهم. اللي هو إيه؟ الشغل. ماله؟ في شوية حاجات يا مروان عايزة تعديل. زي إيه؟ أنا عارف إن أنت عندك مشاكل وبلاوي متلتلة فوق دماغك اليومين دول، الله يكون في عونك. وعارف إن الست الوالدة محبوسة هي وكريمة. عادل، ما تقلبش عليه المواجع، بس ما تقلقش، إن شاء الله حاجة بسيطة، يعني تأبيدة مش إعدام أكيد. وبعدين؟ ما ترد؟ لا مفيش داعي. كنت عاوز مني إيه؟ هقول لك كنت عايز منك إيه. بص يا مروان، طبعاً أي حاجة في الدنيا دي كلها، أي شغل، أي علاقات، أي حاجة بتحصل في الدنيا مبنية على توازن القوة، صح؟ أيوة طبعاً. إذن القوة هي اللي مسيطرة في كل حاجة، يعني أنت قوي تقدر تختار أي حاجة في دنيتك. أنت قوي تقدر تقول لأي حاجة آه، وأي حاجة أنت مش عايزها لأ. هو أنت ليه ما بتاكلش؟ الأكل مش عاجبك؟ ولا الكلام؟ أنا عايز أفهم. لا الأكل ولا الكلام. افتح يا عادل باشا. قدامي. ادخل. الأرض. تعرف يا عادل أكتر درس كنت بحبه في حصة التاريخ إيه؟ مذبحة الجلعة. لا برافو، برافو حسن، بتتعلم بسرعة. بجد مبسوط منك. طول عمري بسأل نفسي يا ترى أنا بعرف أختار رجالتي صح ولا بختارهم غلط؟ بس للأسف طلعت بلح. Yeah.